شحال عندها دابا شي 13 عام ونص اه لا في الحمل شي 8 شهور اه بعدي في 8 شهور اه 8 شهور في 8 شهور طبيب اه غادي في الثامن السلام عليكم متابعي قناه شوف تي في مباشره من بن احمد من اخطر الوقائع اللي ما ممكنش انها تخطر على بال هاد القضيه ديال عليه حمل من البنيه يعني مروه اللي عندها 13 سنه من طرف الاب ديالها واللي يعني يستحيل انه للاسف شديد معنا الام ديال يعني انه تقريبا عندها شي 13 سنه هاد البنت مروه اللي تعرضت للاغتصاب من طرف الاب تقريبا العديد من المرات كانت حسب التصريحات ديال الطفله مروه كانت اخر ممارسه يعني قبل رمضان مع الام ديالها ديال الطفله مروه اللي غادي تحكي لينا شنو واقع بالضبط تفضلي يا لاله يا انا ملي اكتشفت الحمل ديتها عند الوكيل صافي باش عيط لي جون كيفاش عرفتي انه مروى حامله وانها تعرضت لهذا الشيء؟ تزوج دخلت لها الفوق بانت ليا ترشها ماشي تا لهي شويه من نعم ملي الغد ديتها عند الطبيب ديتها باش ندوز لها تا لي راه عندها الحمل قالت لي عمر ورطه قالت لي ملي سولها الطبيب قالت لي راه من الطرف تاع انا سولتها بلي ما تيقتهاش ملي شفت سولتها قالت لي الاب تاعي ما تيقتهاش انت نسيرتها ما عرفتش جا تاع فيا ما عرفتش شنو كنت غادي ندير قلت له لما ملي مشات عند الدكتور عغ... عاود عاود لي راه الاب تاعي هو اللي دار ليا وتاع تفضل تفضل يا ملي مشينا عند الوكيلة ملي بدات هي تشوف التصريحات تاعها وهو تيقول ايه الشيطان ايه الشيطان أمام, امام يعني الشيطان هم اللي امام يعني ملي كانت الله ملي كانت في الابتدائي القسم الثاني ابتدائي القسم الثاني ابتدائي يعني ملي كانت عندها تسع سنين ربما تسع سنين المهم قالت لهم ملي كانت في الثاني هادشي اللي اعترفت هو كيمارس معاها يعني هو كيمارس معاها الجنس قالت لهم انت هدتني تقول لي الا قلتي هادشي لماماك ولا شي واحد غنقط لك اختي انا ملي ملي شفت دابا الحاله النفسيه ديال مروه يعني مسكينه منهاره يعني من ما قادراش تكلم ما قادراش صافي دخلت في واحد الكآبة ما بقات تهضر ما بقات تحت ما بقات تاكل ما حتى حاجه شاده واحد القنت حل بحال الاصنام حتى الطبيب شي تاع خرج لها على الفيتامينات وليت نعطيها الفيتامينات باش تطوس منه بالنسبه للاب ديالها واش ما كيتناولش مخدرات ولا لا ما ولا كي لا ما حاجه آه. انه الا هو... شفتيه كيف السلوك ديالو دي يعني معكم في الدار هو صارم بزاف عنفي يعني صارم بزاف يعني انا كنت ولا تاعتو كانت تعجبني فيه كنت ولا تجي لصعاب وداك الشيء وهو صارم مع بنتي صارم هي اللي حت ترونسبورتي يهزها بوحدها من الباب وتطلع تهز شي دراري اخرين لها لا ما تطلعي طلعي معاه تا يمشي هو يهز الدراري بدراجه عاد باش طلعتي وسط الدراري تتمشي على عند صاحبه جارتنا تقول لها ما تمشيش عندها عندهم الاولاد وداك شي ما تمشيش حتى أخوها تنعس معاها في البيت يقول لي اللي ما تنعش معاه في نفس البيت هو ولا راشد وهي راشده كل ينعس في بيت يعني والحديث في التلفاز حرام اللبس تصير حرام الزيف كل شيء يعني هو الاول يعني في الصفه تاع يعني متدين انه كي يقول يعني آه ساعة آه ساعة يعني آه تصلي يعني انا مطش عندي تيطة هو هو تمشي تتوضى قبل الاذان تمشي للجامع قبل الاذان هو ديما هو الاول التراويح مجرد في رمضان مجرد ما تفطر نوتي تبداو تلبسوا حوايج لابسو للجامع ديما هو الاول هو في الجامع يعني, يعني هادشي يعني. اه ما الصلاه وصارم بزاف في ولادو تيموتوا منه ولادو اللي تيموت منه يمكن انا مرتاحه من الناحيه تيخافوا منه ما عيبش حتى طريق خايبه لا الدري ما يمشي دياله البل يعني التعامل ديالو وداك يعني قلتي انهم في, ديالي في ديالي امان ديالي في امان انا قلت باهم عيطوا مع باهم في امان وعيطلعوا تحت الخوف تاعو خايفين منه يعني الصرامه لواحد الدرجه ما تتصورش لواحد واحد الدرجه ما والناس دابا الدوار كامل ما تيصدقوش انا براسي لحد الان باقا ما صدقتش الدوار كامل ما فلان عيبيره ما او هذاك السيد يديرها عندنا دار القران في الزاويه تاع تي قلت او حنا تيجي حدثنا وتيريح معانا وطلبوا الفطار تي قلت ما يمتنش هذاك السيد يدير هذا الشيء كيفاش كنتي كتشوفي يعني العلاقه ديال الاب مع مروه من غير العلاقه العاديه ديال الاب وبنتو واش يعني كيفاش كيفاش العلاقه ما كاينش ما علاقه مع ولادو شي حنان ولا شي حاجه داير معاهم الصرامه خرجتو معيني ماشي حنان ولا يلاعبهم ولا يخرجهم ولا شي حاجه لا صافي طرابت تقول انا مزيان عرفتي غوت تغوت يعني مغوتة وحده تي تطرق لي حد رجلي هذيك الصرامه انا كانت عجباني من ناحيه ثلاث صافي ما عيبش اتجاه ما تنش خايفه من الزنطه المشكله ما ما خايفاش من الزنطه وما متابهاش للزنطه وحاديه من الزنطه وتنقول لا تابع من الخوف تاع باباهم ما يديروش هذا ما يديروا حتى حاجه خايبه تابع من الخوف فعلا يعني. ساعه هو اللي صدق هو اللي مدمرهم صدق هو يعني. اللي مضيعهم أه. من خلال التصريحات ديال مروه كيفاش كانت العلاقه ديال يعني في واش كان كينعس معها ديما ولا اه على حسب الاقوال تاعها قالت دا ليهم تينعس معايا جوج مرات ثلاثه في الاسبوع في الاسبوع قالت الاسبوع تيجي تحيد ليا حوايجي كامل اه قالت لهم تحيد ليا كلشي شيء دارت ليهم مارس عليا الجنس يدير ليا بحال دوك الجنس يعني تعيش فوقها يعني كيف ما كيمارس الراجل آه. مع مع مراته ملي تيسالي تينو تيمشي قالت لي متنو تمشي وتخليني قالت لي متنو تلبس حويجي وتنوض الا ما تتغسلي ما تعمي قالت لي ما تنعرفش ما تنغسل ما تعمي انا صغيره تقريبا باطا باطا بنت فعلا هي عين تطلع حويج طلع لها داك المكتب داك الحل بغا ربي يفضحو بغا ربي يحد داك المنطق عندها ربما دابا شي سبع سنين ولا هذا وهي هاد العيشه الحال يعني تقريبا سبع سنين وانها كتعرض ملي كانت في تتعرض... الثاني ودابا في الثامنه ربما سبع سنين يعني تقريبا دابا سبع سنين هو يعني قاس هذه الممارسه ما بينه وبينها أه كان الاكتشاف ديال هذه الواقعه الغريبه هو انه كيف ما قلتي يعني دخلات كدوش ستدوش. كدوش كدوش تكتشفتي بانها حامل أه. أه كيفاش الحاله ديالها دابا انا شفت الحاله ديالها ولكن من مكتعب. نهار مكتئبه آه. هي اصلا من من الايام ما بقاش تفتنت مع المغايبات تقول لها مالت تقول لي, ما داريتي داريتي لي انا الدريات تلبسوا انا الدريات ما تتشوا ما تشريوش ليا انتما الدريات دايرين تليفون انا ما كلشي محارميني منه كلشي دايرين ليا ما تخليونش نلبس على خاطري ما تلبش اللي تنبغي ما تنديرش اللي تنبغي, تنبغي تقول انا ما ديك السيطره تاع باها صافي ولات بحال زعما صافي يا اختي يعني انا بغيت نسولك واحد السؤال من غير الابناء كيفاش كيفاش العلاقه يعني واش كيحاول انه كيسيطر عليكم آه. انت يعني مت... كيقول لكم ما مت آه. 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 سيطرة عليا وعليهم لا على بالنسبة للوليدات ولا بالنسبة آه ل... بالنسبة ليا أنا ولاد تحت السيطرة أنا بنت مات ما تنهبطش ليه الصوت ما تنمشيش ليه السيطرة صافي تلمس ما خصهاش تطيح لي تا كبرت تا كبرت ما سيري ما تخرجيش السيد يعني اللي كيقول كي لكم انه ما تلبسوش يعني آه المدير و... ما تلبسوش الجينات دري لا ثمان سنين تاع باش تلبسي هاد الجين شات المسخ تعلمي فيها تلبسيها الصايات يعني تعلم الزيف تعلمي بعد انه تقدمتوا بشكايه اختي السيد وكيل الملك دابا السيد راه هو الاعتقال آه شفنا الحاله النفسيه ديالك يعني انك تعرضي للضغوطات بزاف من آه من عائلتي و... من المجتمع من كل شيء عاوديني بالضبط شنو قال هو ولاو تيقولوا فاش يلا تعتقل جاو عندي للدار عند و نتاعو خوتو تيقولوا ولدي احنا عاد لك تاع والله تنبيع لكم كلش في الطونسطو نخلي لكم توليوا تطلبوا مو تبعثني على لي جندار متاع لي تيلاج ترسل ولدي الغاسله ستريه ودي هدو دابا ماعرفش يعني ايه أه باغا انت تنازلات صيفطوا مع واحد السيد عيط لي و نامست لي تيلاج تري التنازل يعطيك الفلوس ولا يعطيك هذه وديري التنازل لا حول ولا قوه اختي بغيت نسولك غير بالنسبه للعلاقات ديال مروه يعني صديقه ديالها صحاباتها يعني ما عندهاش يعني مع صحاباتها لا ]ها ما عندهاش أن... هي شويه حدوديه خاطر تحدود ماشي اجتماعيه وبحكم السيطره اللي داير عليهم هو آه على دودية. اساس تحب انها تحب يعني ممنوع آه. يجي عندهم شي واحد الدار صحابهم ولا لا هي ولا الدري ممنوع يجي عندهم شي واحد الدار يلا هبطت غير عند بنت خالتي تيبطاتي خاصم قلت لها ما تمشيش تبق في دارهم يا شتي دير علاش تجي تلعب علاش تجي تخرج علاش هادي حابسهم حتى هبطت انا عند يعني الوالده تاعتي حتى انا حداها راهي حداها تمتنا مليت هبطت انا عند الوالده تنهبط في هذيك العشيه تلعب شويه مع بنت خالته ولا بنت واحد الدريه من جيران صافي ترجعوا انا عند تعلم بعد وقعت الوقعه شفنا الحاله ديال البنيه يعني واش ما كتنعش بالليل واش ما كتنعش يعني خرج لها الطبيب خرج شو لها فيتامينات وخرج ولا... لها شي هذه المهدئات بحال المغنيزيوم ما باش تهدن شويه تتغوت في الليل تتبدي النهار كامل هي تتبدي مخت باختي... تسالي الجلسه وتتخرج تتنهار ليا تتبدي تتبدي تبدي ما يعني كتفكر داك كتفكر ال... ولا ما عرفتش حوايج ولا هال... آه... بالنسبه لل... يعني باش كطالبي انت كام ديال هاد البنيه اللي تعرضت لها ال... بنتي ما يديش لا. طالب المغاربة مروة هي بنتهم حطها ما يبيعش ما حق حط بنتي يبيع وحط دك مش يبيع لما بعيت لهم حطهم عندك 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 مروة وبنية أخرى آه عندك ثمان سنين عندك ثمان سنين جوج بنيات جوج وليدات جوج وليدات الله يخليهم لك يعني باش شنو شنو كطالبي يعني كطالبي بالانصاف ديالك و وبأنه... بالانصاف تاعي انا تفضلي اختي يعني شنو باش كطالبي دابا نطالب بسيد الوكيل وسيدنا ياخذ لي حق بنتي ان ضاعت من 8 سنين من الطفوله تاع يلا 8 سنين وهي تستغتت وهي متعرضه للجنس وهي في طفولتها في اعز الطفوله تاعتها ما عارفه حتى حاجه لا حول ولا قوه الا بالله شكرا لك كيف ما مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شفتيبي من خلال هذا البث المباشر من بن احمد بالضبط باقليم سطات تصريحات صادمه لام الطفله مروه اللي عندها 13 سنه اي الحاله النفسيه للطفل الطفله مسكينه يعني اللي لا حول ولا قوه الا بالله يعني كتعيش العذاب الوالدين للاب ديال السيده دي يعني للام ديال مروه يعني, يعني هاد الام اللي كطالب بالانصاف والقضاء مروه هي يعني 13 سنه راه بنت المغاربه كاملين الام ديالها يعني كطالب بالانصاف وكطالب يعني باش تاخذ حقها من هاد السيد وهي لحد الان مازال ما مصدقاش يعني ما عارفاش شنو واقع خصوصا انه التصرفات ديال هاد السيد يعني اللي حاشا واش انه يكون ادمي يعني عاديه ولكن لي تم الاستغلال ديال هاد الطفله مروه اللي ديالو لمده سبع سنين واللي ينتج عليها حمل دابا البنت راه حامله يعني راه عندها داخله في الشهر الثامن الام كتوجه يعني دابا هما حاليا كيهدوفك على اساس انك تخرجي من الدار انا في الاول اللي جاوني و لولدي انا ما تنشنت انت عندي المقابلة يعني كتعرضي لتهديدات آه. من طرفهم في حاله الى ما درتيش التنازل ولا شي حاجه انهم يخويوك اه حتى دار واحد الدار هنايا في بن حمد ملي جيت على التراب باش نصير عليهم اللي ليا جانا السيد لا ليا ما نعطيهاش الترا تنجبت انا الوكاله جمع ليا الترا انا خوها نجيب الوكاله وعطيهم ليا انا دابا أه. هادشي كلشي هاد الضغوطات على اساس انا دابا على اساس باش نتنازل ما عرفتش اساس باش نتنازل وما قالوا لي انت عتخرجي طلبي انت قولوا لي ولدي عتخرج جداتي ني زعت لي جاوا دارهم قالت لي عتخرجوا طلبوا لسبب السبب هو انك بلغتي على الجريمه انا خصني ما خصنيش نبلغ